بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في هذا اليوم السبت في جامع محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد، جمعية تحفيظ القرآن الكريم في بريدة، لديها يوم الهمة، هو عبارة عن يوم يراجع فيه الحفظة القرآن الكريم خلال يوم واحد من الفجر. حضروا وها هم أمامكم، يعني أعداد كبيرة، كنت أظنها تقريبا 500، فقالوا لي الشباب هي حسب الآن الذين حضروا 606 تقريبا. هذا الدور الأول، وهناك الدور الثاني فوق، يراجعون حفظهم وينشرون الرحمة، بل وينشرون الأمن في البلاد. الحقيقة أن هذا مظهر شيء ملهم، شيء عجيب بالنسبة لي، وشيء مفخرة لهذه الجمعية الرائدة، جمعية تحفيظ القرآن الكريم في بريدة. شيء جميل. العجيب والخبر الذي فعلا شدني ذكر المشرف على هذه أو على هذا الملتقى أخ أحمد عبد المنعم، أن هناك شابان راجع القرآن كاملا من الفجر من الساعة 5 حتى 12 تقريبا الظهر، وقد أتم مراجعة القرآن كاملا. يعني هذه معلومة بالنسبة لي فريدة ونوعية، أن يتم حفظ القرآن كاملا ومراجعته دون خطأ خلال 7 ساعات تقريبا من فجر هذا اليوم. كل الشكر والتقدير والثناء والدعاء لكل من يعمل لهذه الجمعية ولكل من يدعمها، وهذه مفخرة الحقيقة للوطن كله. ما شاء الله. وأنا الحقيقة أحضر لكي أشجع وأدعم وأدعو لهذه المظاهر الخيرية في وطننا.